بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذا الحديث إسناده داود بن رشيد عن الوليد قال هو ابن مسلم. هذه عبارة دائما يكررها من باب الأمانة في الرواية حتى لا يضيف شيء للرواية ليس موجودا فيها، لأنه داود عندما سمع مسلم عندما سمع من داود لفظ الوليد سمعه الوليد بدون أن يعرفه أنه ابن مسلم، فقام مسلم بتعريفه وقال هو ابن مسلم وأضافه بهذه الصيغة وبهذه الصورة ليبين أنه ليس من الرواية وأنه لم يزد في الرواية إنما هو لمجرد التعريف. ثم في الإسناد جنادة، وهذا صحابي اختلف فيه، لكن صحيح أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أكثر رواياته عن التابعين، لكنه رأى الصحابة، رأى أنس بن مالك ورأى أبا الطفيل، فهو صحابي. عن جنادة قال حدثنا عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت هذا صحابي جليل من النقباء من الأنصار، من النقباء الذين حضروا ليلة العقبة، وممن من أهل بدر، وشهد المشاهد كلها، بعثه عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام ليعلم الناس القرآن والفرائض، ومات ببيت المقدس، وقد زاره راوي الحديث فيما الحديث ربما هذا والذي بعده، وهو الذي استخرج منه حديثا قال: ما من حديث إلا وحدثتكموه، وما في حديث فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وأنا أحدثه وقد أحيط بنفسي، يعني في آخر أيامي، ليبين كما يأتي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم كانت عنده حديث لا يحدث بها، وإنما يحدث حسب الحاجة وحسب ما يقضي العمل، فهناك حديث قد لا يحدثون بها للمصلحة ويؤجلون التحديث بها إلى الوقت الذي هي تنفع فيه وتفيد ولا تضر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني هذه الصيغة ربما أوفى من الصيغ السابقة، لأن فيها التوحيد وفيها التبري من الحديث هذا ليريع عبادة. هنا هو من أجمع الحديث في باب العقائد، لأنه جمع مع التوحيد جمع التبري من كل الأديان الأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وحده منصوبة على الحال، دائما معروفة عند النحاة وحده منصوبة على الحال وتؤول بمشتق، لأن وحده ليس اسم مشتق، الحال شرطه أن يكون مشتقا فهو بمعنى متفردا. أشهد أن لا إله إلا الله متفردا بالوحدانية. وقالوا نصبت على الحال مع أنها معرفة مضافة على غير قياس من قبيل المسموع ولا يقاس عليه، ترد كثيرا هذه لفظة وحده، فإعرابها عند جمهور النحاة أنها حال ولكنها لا يقاس عليها مع أنها معرفة وهي تؤول بالمشتق. وأن محمد وحده لا شريك له، ولا شريك له أيضا حال أخرى بمعنى الحال الأولى، لأن وحده هي معنى لا شريك له، جملة أيضا حالية وتسمى حالا مؤكدة لأن حال بعد حال تؤكد المعنى السابق. وأن محمدا عبده ورسوله، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله. نعم. وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يعني هذا أيضا هذا هو السبب، لأن العلماء قالوا هذا الحديث من أجمع حديث العقائد، لأن فيه شهادة لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة والتبري، وجمع التبري من كل الأديان الأخرى، ففيه تبرى من دين النصرانية الذين يقولون بالتثليث ويقولون عيسى ابن الله، قال عيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه، وفيه رد أيضا على اليهود الذين يقذفون مريم بالفاحشة ويبرئها، وفيه أيضا رد على الدهرية والذين يقولون ينكرون المعاد والبعث، بعث الأجساد، يعني ليس هناك، يعني هناك فناء نهائي وليس هناك بعث حقيقي للأجساد وحساب وعقاب. فهذا حديث فيه رد على كل هذه العقائد، لأنه يقول في آخر الحديث وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يعني من أقر بهذا وتبرأ من كل الأديان السابقة وأن عيسى هو يعني عبد الله ورسوله وكلمته، سمي وصف بأنه كلمته لأنه يعني خلق بكلمة من الله تبارك وتعالى، كن، قال له كن، كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو كلمة الله خلق بكلمة من الله، وهو روح منه، روح منه يعني رحمة، وهو بأمر الله عز وجل أرسل الملك ونفخ في مريم فحملت بعيسى من غير أب، فهو كلمة الله بمعنى هو بأمره وبلفظه وقوله كن، وأنه روح منه مخلوق من مخلوقاته خلق إما بأمر الملك ونفخ فيه، هذا معنى نفخ فيه من روحه، يعني هو من رحمة الله ومن خلق الله، وكلمة من روحه أشبهت على بعض النصارى، قالوا عندما بعض النصارى والقساوسة سمع هذا الحديث وسمع القرآن وروح منه قال هذا هو ديننا، هذا دين النصارى، فردوا عليه ورد عليه الحسين بن علي بن واقد من العلماء الذين لهم اشتغال بعلم المناظرة، قال الله تبارك وتعالى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل هذا يقتضي أن السماوات والأرض كلها أبعاد من الله عز وجل؟ لأن هو عندما سمع أن عيسى روح الله وقال هذا يعني هو بعض الله وهذا هو دين النصارى، فقال له الله تبارك وتعالى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني هذه من مخلوقاته وليس معنى أنها هي جزء من الله سبحانه وتعالى. قالوا فأسلم القسيس، فما كلمة روح منه يعني هو منه من خلقه من جملة خلقه ومن رحمته، وهذا الاستعمال وهذه الإضافة
روح الله والا والا كلمه الله والا هذه كلها من روح منه والا كلمه الله. قالوا هذه الاضافه فيها ليست لانها جزء من الله تبارك وتعالى، ما هي اضافه للتشريف كما يقال بيت الله، يعني يضيف البيت الله، كما جاء في القران ناقه الله، كل هذه اضافه تفيد التشريف، وان هذه الاشياء كلها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا تقضي اكثر من ذلك. تسمية الأولاد بروح الله وكلمة الله زي ما هو شائع في بعض البلدان، يعني يطلقون على الأولاد روح الله وكلمة الله زي الهند، يسمون هذه الأسماء تسمية، هذه الأسماء يعني هذه من آثار يعني الأديان، ليست يعني تسمية ينبغيش أن تكون، لأن فيها إيهام روح الله عز وجل. اختصها الله عز وجل بخلقه لعيسى بأنه روح منه وكلمته، ولا يطلق على غيره، ولذلك هذا استعمال ما ينبغي ان يكون يعني. وادخله من ابواب الجنه الثمانيه ايش؟ ادخله الله من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء. من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء، في دليل على ان ابواب الجنه ثمانيه زي ما ورد في القران، وفيها ايضا من اي ابواب الجنه شاء، يعني الأمر إلى هذا الذي عمل بهذا العمل وهو أتى بكلمة التوحيد وبمقتضياتها وتبرأ من أديان أخرى، من مات على ذلك فهو من أهل الجنة وله منزلة عظيمة عند الله عز وجل، إذا زي ما تقدم في الأحاديث السابقة إذا لم تكن له معاصي على الإطلاق، بأن كان مثلا تاب من كفر أو تاب من معاصي وفور توبته قبل الله توبته وقبض روحه، فهذا لا يعذب إلا ما عليه أهل السنة، فهذا لا يعذب ويدخل الجنة بهذا الإطلاق الظاهر الذي ليس معه عذاب، هذا هو وعد الله تبارك وتعالى. وإذا كان سبقت له معاصي وخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فالأصل دلت عليه نصوص الشريعة أنه يعاقب بقدر المعاصي والذنوب التي ارتكبها، لقول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه ويغفر له، فيدخل الجنة من بعد الأمر ولا يعذب. ولكن من لا معصية له، هذا هو ظاهر الحديث، يعني يمكن دحمنا الحديث على ظاهرها بأنه ليس له عذاب، فهذا يحمل على هذا النوع من الناس الذين ليس لهم معاصي، أما من له معصية فالأصل فيه أن يعذب بقدر معصيته ثم يدخل الجنة، ومن لا إيمان له فهذا من أهل النار كما ذكرت النصوص، فالأمر على هذا التفصيل. وقوله دخل الجنة ومن أي أبواب الجنة، يدخل الجنة من أي أبوابها شاء ويخير، هذا من باب البشارة، لأن كلمة التوحيد هي يعني عليها المعول وعليه الاعتماد، وأن هي التي تجمع الخير كله، فمن مات على ذلك وعمل بمقتضياتها وشروطها والتزم بها وبأحكام الشرائع فهذا هو مصيره بإذن الله تبارك وتعالى. وفاعل شاء يرجع إلى قائل لا إله إلا الله، يعني إلى العبد وليس إلى الله عز وجل، لأنه إذا جعلنا الفاعل يرجع إلى الله تبارك وتعالى معنا لا مزية له، لأن كل الناس إذا شاء الله يدخلهم الجنة، فالضمير يرجع إلى من قال لا إله إلا الله فيدخل من أي أبواب الجنة شاء. وقد اعترضوا على هذا، قالوا هناك باب في الجنة يقال له الريان، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خاص بالصائمين يدخل منه الصائمون، فهذا يقتضي أن من مات على لا إله إلا الله بهذه الصورة مقتضية الإيمان أنه يدخل أيضا من باب الريان، فهذا يجاب عنا بأنه من عمل بلا إله إلا الله وعمل بمقتضياتها، ومن مقتضياتها أيضا الصوم، محافظة على الصوم، ويكون الإنسان من طبيعته أنه صوام قوام، فهذا يعطى ليس فقط باب الريان بل أبواب الجنة كلها هو يعني يدخل منها كما يشاء، وهي الطريق، يعني الأبواب هي الطريق توصل إلى الجنان، يعني أبواب الجنان هي الطريق توصل إلى الجنان الثمانية.
قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يعني الإسناد الثاني قال فيه أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، على ما كان من عمل. زاد هذه الزيادة، وهذه لها فائدة، يعني بمعنى أن كلمة التوحيد تغطي عن كل نقائصه على أي عمل كان، مهما كان عمله ناقصا، كما ورد في الأخبار الأخرى، وإن زنى وإن سرق وإن كذا وإن كذا، فهنا عبر عنه يعني على أي عمل كان، مهما كان عمله قبيحا، مهما كان عمله ناقصا، مدام وافى الله تبارك وتعالى على هذا التوحيد الكامل فإنه يدخل من الجنة، لكن لم يذكر من أبواب الجنة الثمانية. يعني من وافى الله عز وجل على التوحيد والإيمان وهو عنده يعني أعمال ناقصة وطاعات ناقصة ولا أعمال قبيحة يدخل الجنة، لكن لم يذكر أنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء في الرواية الأخرى. شيخنا، هل يحتمل على ما كان من العمل أن يكون منزله في الجنة، لأن الجنة لها منازل؟ نعم، على ما كان من عمله، يعني هو ربما هذا اللفظ يحتمله ليقول ذا، لكن هو السياق أقرب يكون، لأن هنا يبين فضل كلمة التوحيد. أنا كلمة التوحيد هذه هي عليها المعول، مهما كان بعد ذلك العمل ناقصا، مهما كان العمل لغيرها هو قليل، فإنها تنجيه وتدخله الجنة، لأن هذا سياق اللي ذكر فيه مسلم هذه الروايات وهذه الحديث. لكن اللفظ محتمل، يعني هو يدخل الجنة في منازل الجنة على قدر عمله، وهذا لا شك في ذلك، هذا هو الواقع. أي إنسان بيعطى منزلته في الجنة على قدر عمله في الدنيا، فمن كل من كان ما يكون إنسان عمله أرفع تكون درجته أعلى، والناس يعني بعضها فوق بعض، درجات الجنة درجات، يعني ليس لا يستوي يعني من كان مقتصدا بمن كان سابقا بالخيرات، لا يستوي من كان ظالما بمن كان مقتصدا، لأن عبد الله هكذا أن يعطى الإنسان والناس يعطون وينزلون منازلهم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال مهلا لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. حديث أيضا عظيم يدل على فضل الله تبارك وتعالى وعلى منزلة كلمة التوحيد، وأن فيها الخير كله. من شهد أن لا إله إلا الله يعني حرمه الله على النار، فضل عظيم الله تبارك وتعالى. لكن ومع ذلك على المسلم أن لا يعجز وأن لا يتواكل، لأنه حتى وإن دخل الجنة فسوف يرى نفسه ناقصا وقاصرا عندما يرى مقامات الذين سبقوه فيها. كل واحد في ذاك الوقت يتمنى أن يكون هو وصل إلى من سبقه. فالناس يعني هذا هو ذلك ورد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الخيرات حتى يفوز الإنسان على أعلى الدرجات. وذلك الناس مطالبون عند الدعاء أن يصل الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى وأعلى المنازل، لأن هذا هو الذي تطمح إليه نفوس المسلمين والمؤمنين في الآخرة. الحديث في الإسناد في محمد في ابن عجلان، اللي هو محمد بن عجلان، هذا تابعي
ومن الفقهاء المدينة المدنيين من فقهاء المدينة، وكانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الحديث. وهذا يعني فيه ذكره عدة نوادر، منها أنه قالوا بقي في بطن أمه 3 سنين، وأيضا أولاده بقوا في بطون أمهاتهم أكثر من المعتاد. فقد خرج البيهقي وغيره عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك ما حديث عائشة أنها كانت تقول ما من حمل يبقى في بطن أمه أكثر من 2 سنين ولو بقدر ظل مغزل؟ فقال مالك رحمه الله: ما هذا؟ هذا أو هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها محمد بن عجلان رجل صدق، ولدت 3 بطون في 12 سنة، كل بطن تبقى أو كل حمل يبقى في بطنها 4 سنين. يعني محمد بن عجلان مشهود له يعني بالفضل وبالورع وبالزهد وبالعلم وبالفقه، وإن كان في حديثه من علماء من يوثقه ومنهم من يخفف في توثيقه، لكن هو يعني محل أمانة ومحل عبادة ومحل فقه ومحل ورع. وفي الإسناد أيضا عن محمد بن يحيى بن حبان، ابن حبان، نعم، عن ابن محيريز، أيوة، عن الصنابحي، أيوة، عن عبادة. يعني هذا الحديث فيه 4 تابعيون يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان تابعي، وابن حبان تابعي، وابن حيريز تابعي، وأبو عبد الله الصنابحي أيضا تابعي. 4 تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهذا من القليل النادر في الأسانيد. وصيغة الإسناد عن الصنابحي، عن أبي عبد الله الصنابحي عن عبادة قال: دخلت عليه، عن عبادة قال: دخلت عليه. مقتضى ظاهر اللفظ هذا السياق لم لا يستقيم، لأن ما معنى أن تقول عن عبادة دخلت عليه؟ يعني العبادة دخل على عبادة؟ كان لا يستقيم هكذا. وذلك العلماء يقولون هذا فيه صناعة حديثية حسنة، عندما يكون الحديث بهذه الصورة يبقى هو في واقعه عندما يسرد يقال عن الصنابحي أنه حدث بحديث عن عبادة قال فيه، أي الصنابحي، دخلت على عبادة، حيث يستقيم الكلام وهكذا. وهذا متكرر في الأسانيد كثير في صحيح مسلم، يعني إذا أخذت الكلام على ظاهره يصير متناقضا متضاربا غير واضح. يعني لا يستطيع أن تقول عن الصنابحي عن عبادة قال دخلت عليه، فلا يكون عبادة دخل على عبادة، وإنما عن الصنابحي يقال أنه حدث بحديث عن عبادة قال فيه، يعني أي الصنابحي، دخلت على عبادة. أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت. يعني عبادة كان في مرض الموت، في الموت يعني على حدث مضاف، في مرض الموت وليس في الموت لأنه لم يموت بعد وإنما هو يحتضر. قال فبكيت، يعني الصنابحي تأثر من الموقف وتذكر يعني ما قدوم العبد على ربه وأن هذا مصير الإنسان وكذا، فتأتى من هذا الموقف وبكى. فبكيت فقال مهلا لما تبكي؟ مهلا يعني صبره وسلاه، لما تبكي؟ ليس هناك ما يدعو إلى البكاء، وهناك أمر أهم من البكاء عليك أن تصغي إليه وأن تسمعه وأن تهتم به. فالبكاء هنا وكأنه يقول للصنابحي، يقول له: أنت إن كنت تخاف على نفسك فأنا يعني أشهد لك بأنك على خير وأنك لك فضل وأن لك منزلة، وحتى لو سئلت في القيامة وإلا طلب مني أن أشفع لأحد لو أشفع لشفعت لك، ولو طلب مني وكان عندي قدرة على أن أنفع أحد لا نفعتك. فسلاه مع أنه كان يعني متأثر من موقف الموت ومتأثر وحزين، والحزن هذا قد يكون هو
سببه يعني تذكر قدومه على ربه، وقد يكون حزن على فراق عبادة، وأنه يعني حزن لأنه ينقطع النفع به ونفع المسلمين وفضله على الناس، وأسباب يعني كثير ربما تدعوه لأن يتحسر ويتأسف عند الموت. فالمواقف كلها تدعو إلى أن الإنسان يعني يتأثر، لكن ومع ذلك المريض الذي يحتضر والذي كان أقوى في هذا الموقف وإلى آخر لحظة قدم علما وأفاد الناس وبين حكما شرعيا ورفع من معنويات صنابحي، وقال لو أنت على فضل وأنت على منزل ولا تخشى ولا تخاف، ولا حتى لو طلب مني أن أقدم لك شيء وأشهد لك فأنا أشهد لك بالخير وبالفضل. وقال له ما من حديث فيه خير إلا حدثكمه، ما من حديث فيه خير. معنى ليس هذا على ظاهره بمعنى أن يعني بعض الأحاديث فيها خير وبعضها ليس فيها خير، وإنما هو يتكلم على الخير النسبي، يعني ما من حديث فيه خير في وقته إلا وحدثت به في وقته، إلا حديث واحد لم يأتي وقته، وذلك لم أحدث به في الماضي، لأنه إذا حدثته به في الماضي كان ضرره أكثر من فائدته، وذلك كتمته وحرصت ألا أحدث به، وها أنا أحدث به الآن زي ما ورد في بعض الحديث تأثما وتحرجا حتى أرفع عن نفسي الإثم والحرج، بحيث إن أقدم على ربي وعندي علم لم أبلغه ولم أبينه فأريد أن أرفع عن نفسي الحرج، والآن جاء وقته لأنه ليست لدي فرصة أخرى لأن أحدث بهذا الحديث، فالآن جاء وقته وسأحدثكم به. فهذا يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحدثون بكل ما سمعوه من الحديث، وكذلك العلماء وكذلك الرواة والفضلاء منهم مالك رحمه الله ما كانوا يحدثون بكل ما يحدثون به، حتى إن مالك رحمه الله سئل قال له إن سفيان وإن ابن عيينة وإن فلان عنده حديث ليست عندك، قال إذن أحدث بكل ما أعرف، إن إذن أحمق، فلا يمكن أن يحدث الإنسان بكل ما يعرف، يبقى بعد ذلك فيه حماقة، لأن العالم هو عند رسالة وعند يعني دعوة يوصلها إلى الناس، فإذا رأى أنها لا تنفع فلا يحدث بها، فلا يبلغ من العلم إلا ما فيه عمل، ما فيه نفع، ما فيه خير. حتى غير الرواية هناك حديث كثيرة تتعلق بالفتن وتتعلق بالمنافقين وبتعيينه وبأسمائهم لم يحدثوا بها، حذيفة لم يحدث بها، أيضا عبادة لم يحدث إلا في آخر لحظة من عمره، فكانوا يحدثوا. وذلك ينبغي الناس أن يستنوا بهذه السنة، ليس إنسان مطلوب منا أن يقول كل شيء ويقول هذا علم أو هذه سنة وثم بعد ذلك لا يبالي بأثر ما يقوله وما يذيعه، فقد يثير فتنة وقد يثير أمرا جللا وقد ترتب عليه مفاسد عظيمة. ينبغي أن يكون الداعية والمحدث والمرب والفقيه مربي يضع الأمور في نصابها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ معناه لا تحدث بكل شيء في كل وقت. ومالك رحمه الله كان لا يحدث بكثير من الأحاديث، منها حديث الصفات كان يمسك عنها لا يحدث بها، فكل لكل مقام مقال، والحديث والسنن والفقه والعلم ينبغي على العالم أن يتخير الأوقات ويتخير الأزمان ويتخير السامعين ويتخير كذا، ويعطي لكل إنسان ما ينفعه ولكل جماعة ما يفيده وفي كل وقت ما يفيده. وحديث كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسكوا عنها ولم يحدثوا بها، وهي كثيرة فيما يتعلق ب المنافقين وما يتعلق بالفتن وما يتعلق بكذا، كل من هذا الحديث السبب أنهم كتموه ومنهم عبادة ولم يحدث به خوف أن يتكل الناس عليه، لأن هذا حديث يفتح الأمل واسعا عريضا، ومن كانت همته ضعيفة وقاصرة وليس يعني هو من أهل الحرص على الخير وعلى حب العبادة قد يتكل على هذا الحديث ويقول ما دام هي كلمة التوحيد هذه هي
تجعلني أدخل من أبواب الجنة شئت فلا فائت من العمل، يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الزكاة ويترك الحج ويترك وينغمس في المعاصي وينغمس، قد يتكل على هذا فيضل، والمعاصي يجر بعضها بعضا. فإذا كان الإنسان بدأ في المعاصي تبدأ بالصغائر ثم بالكبائر ثم بكبائر الكبائر ثم عليه قد تجره حتى إلى أشياء أخرى لا تحمد عقباها. فذلك ليس كل علم يقال وليس كل حديث يحدث به، وهذا هو السبب الذي جعلهم يتأخرون ولا يحدثون بمثل هذه الأحاديث التي فيها الاعتماد على كلمة التوحيد وحدها أن تدخل الجنة دون لأن عامة دون اقترانها بالأعمال، لأن عامة الناس لا يأخذون النصوص، العالم أو العلماء أو أهل الفضل عندما يسمع حديث مثل هذا يربطه بالنصوص الأخرى التي تقيده والتي توضحه، لكن ربما عامة الناس لا يدركون هذا فيأخذ حديثا مفردا وعلمه وزاده زادهم العلم قليل، فيأخذ حديثا مفردا يفسره على الصور التي سمعها ويأخذه على ظاهره ويعرض عن باقي الأحاديث الأخرى فيجد نفسه قد ضل. لكن من له قدرة على أن يعني يأخذ النصوص كلها ويجمعها ويعمل يعلم أن هذا النص له نصوص أخرى تقيده وأنه ليس هو هكذا على إطلاقه، هذا ينتفع، يسمع العلم وينتفع به ولا يضره. فكان عبادة يمتنع عن هذا الحديث طول هذه المدة خوف أن يتكئ الناس عليه ويقصر في العمل ولا يعمله. وهذه قاعدة شرعية صحيحة أن الناس يجب أن يعملوا بمثل هذا الأمر، لأنه في وقت الصحة وقت العافية وقت القوة يجب على الإنسان أن يغلب الخوف لا يتكل، زي ما فعل عباده وزي ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يحدثوا بهذه الحديث المفردة التي قد يفهم منها بعض الناس أنها وحدها تكفي، لأن الناس مطالبون في وقت القوة ووقت العافية مطالبون بالتشمير بالجد بالعمل، لا يتكلوا على رحمة الله وعلى فضل الله ويهملوا ويتركوا الجانب الآخر جانب الخوف، هذا في وقت القوة ووقت القدرة على العمل. لكن عندما يعجز الإنسان وتضعف قوته ويصبح الإنسان ما عنده قدرة على التشبير وعلى الجد وعلى المتابرة وعلى العبادة ويقرب أجله ويصير مريضا، قالوا في ذلك الوقت يجب عليه أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. في الوقت الأول يمضي على نحو ما أخبر عبادة وكما يأتي في حديث أبي هريرة، إذن يتكل وكما أخبر النبي كما ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل، يعني خليهم يعملون خليهم يعملوا. فلأن الناس في هذا الوقت ينبغي أن تشمر وأن تعمل وأن تجد، لكن عندما الإنسان يصل إلى مرحلة ضعف ومرض ويبقى عاجز وما عندهش قدرة على أن يأتي بالصيام ويأتي بالصلاة ويسهر ويتعلم ويذكر ويبقى عاجز كل كلمة يحسب لها حسابها ويبقى ضعيف الجسم وضعيف القوة، في ذاك الوقت قالوا ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، فضل الله رحمته عفوه هو اللي يبقى يسيطر عليه ويملأ قلبه، وهذا هو النهي عن لا تقنطوا من رحمة الله. الإنسان لا يقنط من رحمة الله، يعني عندما يبقى الإنسان عاجز حتى وإن كان عنده ذنوب ومعاصي وعنده ما الله به عليم، لكن في ذاك الوقت ينبغي أن يقبل الله بأريحية وبرجاء وبأمل وبعفو وبأمل كبير الله عز وجل أن يعفو عنه ويصفح، لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. هذه الحكمة في أن عبادة كان لا يحدث وخاف من تحديثه بهذا الحديث أن يتكئ الناس عليه ولا يعملون. شيخ، لكن الذي خشي عبادة على أصحابه أن يتكلوا، يعني الآن الأجيال التي جاءت بعد الصحابة لما تسمع هذه الأحاديث أيضا يعني قد تتكل. نعم هذا صحيح، ولكن ما هذا اللي قلنا السبب أنه القصور الناس ينبغي يعني عندما يحدثون بمثل هذه الأحاديث يبينون محملها، يبينون على ما تحمل. البيان اللي أشرنا إليه أن الله عز وجل ذكر في كتابه
كلاما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني كلام الله لابد أن يقع إلا إذا أراد أن يعفو. من يعمل سوءا يجزى به، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، من يعمل سوءا يجزى به. هذه آية شديدة، شديدة جدا، لأن هذه تبين أن هناك قصاص. ما في إنسان يقدر يفلت من أي معصية أو أي مصيبة عملها لنفسها، لابد أن يلاقيها وأن يجازى بها. من يعمل سوءا يجزى به. هذه الآية لما تؤخذ مع هذا الحديث مع أحاديث أخرى قرنت الإيمان بالعمل الصالح، وأن الإيمان المنجي الذي ينجي الله عز وجل به الناس ويدخلهم الجنة ولا يعذبهم هو الإيمان المقترن بالعمل الصالح. وآيات الله عز وجل في 56 آية في كتاب الله ذكر الله عز وجل أنه لم يدخل أحدا الجنة إلا مقرونا بالعمل الصالح، ما قال الذين آمنوا لهم جنات، وقرنه وعملوا الصالحات. فهذا يدل أن المسألة ليس كما ربما يفهم بعض الناس من يتكل ويقول ما دمت على الإيمان أفعل ما شئت، لا، هذا معناه لو فعل ما شئت أنه سيدخل النار وسيعذبه الله عز وجل إلا أن يعفو الله عنه. قد يعفو الله، ولكن كيف تعلم أن الله يعفو عنك وأنت تناصبه العداء وتحاد وتعصيه ويعني تفعل ما نهاك عنه وتفعل الموبقات وتغضب الله تبارك وتعالى؟ كيف أنت تأمل من الله عز وجل تضمن الله عز وجل أن يغفر لك ويدخلك الجنة من غير ما يدخلك النار وأنت تغضبه؟ هذا خلاف المنطق وخلاف الفطرة وخلاف العقل. وذلك الأصل الإنسان لابد أن يعمل أن يعد نفسه على أنه لا ينجيه إلا ما قدم، لأن القرآن ذكر الله عز وجل ذكر كل المصير للناس وما يصيبهم من خير وما يصيبهم من شر بما كسبت أيديهم، بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون، بما كانوا يصنعون، بما كانوا يعملون. معنى هذا ربط واضح حقيقي، ما في يعني أي لبس ولا وهم ولا إنسان يقول لي يعني عندي أمل لأني عندك أمل. هذاك أنت تجازف، أنت تغامر، أنت تقامر. هل يدك مملوءة من الله عز وجل سيغفر لك؟ لا يستطيع أحد أن يجزم بهذا أبدا. لا يستطيع إنسان، أي إنسان مهما كان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي هذا الحق ولا يستطيع أن يفعل هذا، أن يعمل هذا الحق. حتى كان يقول وأنا نبي الله ولا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، كان يحذر أصحابه إلا أن يوحي الله إليه بشيء فيعلمه من وحي الله. لكن ما فيه أحد يستطيع أن يجزم ويحكم على الإنسان أنه يضمن له المغفرة أو يضمن له العذاب. فالأصل أن الإنسان يعني عليه أن يستعد لنفسه وأن يعمل بحيث يكون من الناجين. أما أن يتكل ويعتمد على عفو الله ومغفرته ورحمته ويتهاون، هذا إنسان ما يسمى متوكع على الله، وإنما يسمى مفرطا. ولو أحسن الظن بالله لأحسن العمل، كذبوا. لو أحسن الظن، ناس يعملون المعاصي ويقول نحن نحسن الظن بالله، كذبوا. لو أحسن الظن لأحسن العمل. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال مؤخرة يعني ضد الصواب والصحيح، يعني كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. الردف والرديف هو الراكب خلف الراكب، لما يركب واحد خلف أحد يسمى ردف، الأخير يسمى ردف ويسمى رديف، من ردف يردف يعني ركب خلفه، وهو مأخوذ من الردف لأنه يركب على عجز الدابة، على مؤخرة الدابة. والحديث على مؤخرة الرحل، هذا هو الصواب والصحيح في ضبطها، ويجوز الفتح مؤخرة بقلة يعني مؤخرة الرحل. ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قلت مؤخرة الرحل هو قالوا الرحل على البعير مثل السرج على الحصان، ومثل الإكاف أو البردة على الحمار، يعني كل دابة
لها ما يناسبها من الفراش الذي يركب عليه الراكب، فالذي يوضع على البعير ويجعل يعني بينه وبين ظهر البعير يسمى رحل، يعني عود يصنع ويعمل فيه شيء من القطيفة أو شيء من الثياب والقماش وكذا بحيث الراكب يستريح. ومثل هذا عندما يوضع على الفرس يسمى سرج، ومثله عندما يوضع على الحمار يسمى إكاف ويسمى بردعة. فهنا ذكر أنه أن معاذ رضي الله عنه لشدة قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين أنه يعني هذا الحديث سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عند سماعه منه في غاية القرب، ليس بينه وبينه إلا مؤخرة الرحل، ما فيش بينهم إلا الخشبة فقط التي هي خشبة الرحل، هذا وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بينهم إلا هذه الخشبة. نعم. فقال يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، يعني هنا النحاة قال يصح البناء على الضم، تقول يا معاذ لأنه مفرد علم، والمفرد علم يكون مبني على الضم، ويصح هنا البناء ويصح هنا اعتباره مضافا منصوبا، ويجعل كأن معاذ وابنه كأنهما اسما واحدا، كأنه مركب مضاف بعد ذلك إلى كلمة جبل، والمدلل المضاف يكون منصوب. ابن الحاجب رجح النصب، والرواية في الحديث مضبوطة بالنصب، وابن مالك رجح في مثله البناء على الضم يا معاذ. فإذا يجوز الأمران، يعني جائز، وابن على كل احتمالات هي منصوبة، سواء كان بنيناه لأنها تكون تبع عليه بناء على المحل، لأنه مبني على الضم في محل النصب. قلت لبيك رسول الله وسعديك. لبيك رسول الله وسعديك، ناداه نادى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ مع أنه قريبا منه، وما كان الأمر يقتضي هذا النداء وتكراره، لكن كأنه مهد له يريد أن يقول له أنصت إلي، اجمع إلي مسامعك، فإني أريد أن أخبرك بشيء عظيم، انتبه له، خذ بالك من هذا الأمر. فصار يكرر لي هذه المرة مع أنه قريب منه جدا، وينادي ويقول يا معاذ بن جبل المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. هو وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه عندما يبلغ ويحدث ويعلم كان سنته أن يكرر اللفظ والكلام ثلاثا ليسمع ويفهم عنه ويوعى، لكن مع ذلك هنا فيه غرض آخر مهم يريد أن يجذب انتباه معاذ ويلفته إليه ويأخذ بمجامعه ومسامعه، ويكرر له الكلام في كل مرة ويقول لبيك وسعديك ويسكت قصدا هكذا، ليزيد يعني تنبه معاذ، ويعني يزيد استعداده وتطلعه لما سيلقى إليه، بحيث يقع في عقله موقع عظيما ويعني يعيه ويفقهه ويسمعه وينزله منزلته. فكل مرة يناديه ثم يسكت، يناديه ثم يسكت، ثم قال له نعم لبيك لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. الجواب لبيك وسعديك هذا يعني متعارف عليه عند العرب، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، بهذه الصيغة اللطيفة اللي فيها تقدير وفيها تبجيل وفيها إكبار وفيها احترام. لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لا نجيبك مرة واحدة، أجيبك مرارا، أنت يعني أنا مستحضر لكل ما تقول ومستعد، وكل مسامع أجيبك مرة بعد مرة بعد مرة، وسعديك إسعادا لك ثم إسعاد ثم إسعاد. فهذا كله من باب تلطف الكلام والتأدب مع المنادي الذي يناديهم. قالوا هذا يجوز الجواب بهذه الصيغة وبهذه الصورة لكل إنسان، يعني ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم،
لو نداك أحد وقلت له لبيك لا حرج في ذلك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. هل تدري ما حق الله على العباد؟ سؤال يعني، وهذا السؤال مرد به حقيقة السؤال يعني، لأنه يريد أن يسأله عن علم وهو لا يعرفه، ويريد أن يجيبه ويبينه له. هل تدري ما، لأن الاستفهام كثيرا ما يراد به غير ظاهرة، قد يكون الاستفهام هو حقيقي لإضافة علم لا يعلمه الذي وجه إليه السؤال، وقد يكون لأغراض أخرى لتقرير أو إنكار أو توبيخ أو كذا، لكن هنا مراد حقيقة السؤال. هل تدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ الحق هو الأمر الثابت الموجود يعني. هل تدري ما هو الشيء الثابت الموجود الذي لابد الإنسان أن يعترف به وهو حق؟ هل تعلم ما هو؟ قال: الله ورسوله أعلم. نعم. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، العبادة هنا مراد بها التوحيد. أن يعبدوه، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وورد في الحديث السابق اللي هو الشهادة بعد ذلك بأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني كل هذه الحديث ورد بها بالعبادة هي التوحيد. ثم ما جاء بعده هو من باب عطف الخاص على العام، يعني لأن توحيد الله عز وجل وألا يشرك به شيء هذا متضمن لكل ما هو ما التبري من كل الأديان ومن كل شرك، أيا كان، سواء كان شرك نصارى، شرك يهود، شرك دهريين. فتوحيد الله عبادته والأمر بعبادته وتوحيده وعدم الشرك به هذا شامل لكل ناحية العموم، شامل لكل يعني التوحيد بأجمعه كاملا، فمعناه العام معناه التبري من كل الأديان ومن كل شرك أيا كان. ثم بعد ذلك تذكر بعض الأحاديث زي ما ذكرت أن عيسى نبي الله وعبد الله ورسوله والإيمان يعني باليوم الآخر أو بالبعث وكذا، هذا يصير من عطف الخاص على العام، لأنه ذكر مرتين، ذكر التوحيد والتبري من الشرك بصورة إجمالية، ثم ذكرت بعض التفصيلات الأخرى ليتبري من شرك بعض الناس نصارى أو يهود أو دهريين أو غير ذلك. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني هنا كلمة حق الله على العباد يعني هذا واضح أنه حق، وأن هذا هو الواجب على العباد أن يعملوه وأن يفعلوه، لأن الله عز وجل يستحقه وهو أهل له، وهو أهل لأن يعبد، وهو حقه على الناس كافة وعلى عباده كافة. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ما حق العباد على الله؟ هل العباد لهم حق واجب على الله؟ هذا يعني هل هو من باب المشاكة، من باب التعبير يعني، لأنه عندما يسبق كلام بصيغة معينة قد يأتي كلام الآخر باللفظ نفسه من باب المشاكلة، والمراد أن هذا ليس هو حق، وإنهما هو تفضل من الله عز وجل على عباده أن يجازيهم على أعمالهم. هو حق شرعي بمعنى أن هذا هو ما قاله الله عز وجل وذكره في كتابه، وأنه الناس إذا عبدوا الله وعملوا الصالحات أدخلهم الجنة وجعله الله عز وجل حقا لهم بالشرع. لا بس يكون هذا المعنى صحيح، من جعل الله عز وجل جعله حقا لهم بالشرع مجازاة على أعمالهم، فهذا معنى حق الله. الله عز وجل الأصل أنه لا يجب عليه شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن هذا بجعله سبحانه وتعالى وتفضله أنه تفضل على عباده، أن من عمل صالحا، من آمن وعمل صالحا أدخله الجنة، جعله هذا الحق. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟
قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. ألا يعذبهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. هنا ذكر على حمار، وفي الحديث السابق قال ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فذلك كان يقضي أنه على بعير لأنه الرحل يكون على البعير، وهنا قال على حمار. فهل الحادثة متكررة؟ الغالب أنها الحادثة واحدة وليست متكررة، ولكن ربما هو الواقع بالفعل على حمار، لأنه جاء التصريح هنا، لأن كلمة حمار لا تحتمل التأويل، لكن مؤخرة الرحل تحتمل التأويل. ليس بينه وبينه إلا مؤخرة الرحل، ليس بينه وبينه إلا قدر مؤخرة الرحل، يعني لقرب المسافة بينه، ليس في الواقع هناك رحل بالفعل، وإنما قاس به القرب منه، ليس بينه وبينه إلا قدر هذا، إلا هذا المقدار. فالرحل مؤخرة الرحل كانوا يضربون بها المثل وفي القرب، فذكر هنا لا ليبين أنه كان على بعير، وإنما كان قريبا منه هذا القرب الذي ليس بينه وبينه إلا هذا العود الذي يفصل الراكب على البعير عمن خلفه، لكن هو على حمار وليس على بعير. وهذا البعير هذا الحمار قال إيه يسمى على حمار يقال له عفير. يقال له عفير، أتى هنا بالتصغير والترخيم، وعفير تصغير أعفر، لكن هو الوارد في الحديث أن حمار النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى يعفور. تسمية الحيوان كان شائع عندهم، ليس يعني أمر محدث، لأن ربما يقال جماعة الرفق بالحيوان هم اللي صاروا يعطوا الحيوانات قيمة ويسموها بأسمائها، لأن تجد هذا شائع خصوصا عند غير المسلمين، واللي يشتغلون سواء كانت بالخيول في السباق، والا ليربون الكلاب على خلاف الشرع، والا عندهم حيوانات اخرى كلها يسمونها اسماء ويعملوا لها ميداليات في رقابها ويسموا اسمها، ومرات احيانا حتى تاريخها، وكذا زي الخيل السباق. فهذا امر كان شائع وموجود، ليس هو مخترع الان، بل كان يعني الحيوانات كانت تسمى من ذلك الوقت، فحمار النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى يعفورا. قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أن لا يعذبهم لازم يعني نحمله على ما تقدم، أن لا يعذبهم بمعنى لابد يكون على التقسيم السابق، إذا عمل سوءا يعذب بحسب سوءه، لكن لا يعذب بمعنى لا يخلد في العذاب، ما دام مات على التوحيد فهو لا يخلد في العذاب. ومن أتى بأعمال صالحة ليس فيها سوءا ليس معنى لا يعذبه أنه بحيث يكون كلام متعارض مع قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. الله عز وجل قال في القرآن وإن منكم إلا واردها، وهنا قال لا يعذبه، فلا بد أن يجمع تجمع هذه النصوص وتحمل على محمل واحد، لا تتضارب، لا يكون بعضها صحيحا وبعضها باطل، كلها حق، فلا بد أن يحمل كل نص على محمل بحيث النصوص لا تتعارض ولا تتناقض ولا تتضارب. وذلك قالوا في الوارد في القرآن وإن منكم إلا واردها، يعني هو المرور على الصراط، الصراط مضروب على جسر، مضروب على جهنم، ما في أحد يدخل الجنة إلا ويمر على الصراط، ولكن يمر كل بحسب عمله، اللي يعني يمرد واللي مكدوس ومخدوش واللي يجري جري ومثل الخيل المرسلة ومثل من يطير في الهواء، لكن لابد من الورود، لابد من المرور على الصراط. قوله تعالى ومنكم منكم من أواردها، يعني لابد أن يمر على الصراط. فلا يعذبه الله مش معنى أنه لا يمر على الصراط، لا يعذبه بمعنى
لا يخلد في النار ما دام هو مات على كلمة التوحيد، لا يخلد في النار، لكن لا يمنع أن يحاسب بقدر عمله، ولا يمنع أنه أيضا يمر على الصراط بحسب عمله وبحسب عمله الصالحة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: هذه العبارة وردت بألفاظ كلها ثابتة من حيث في الأصول، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن يعبد الله، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ولا يشرك به شيئا، أن يعبد الله ولا يشرك به شيء، يعني ولا يشرك به شيئا واردة بصيغتين، تعبد الله هذه مفعول يعبد الله ولا يشرك به شيئا واضح محل نصب، ولكن عندما يسر الفعل المجهول فشيئا هي قرب منصوبة على المصدر إشراكا، ولا يشرك به إشراكا، هذا معناه ولا يشرك به إشراكا، الرواية ثابتة. وذلك بعض الشراح الحديث قالوا ما دام هي واردة هكذا ينبغي لمن يروي الحديث أن يذكر الصيغة الثلاثة الألفاظ الثلاثة بحيث يكون قد أتى عن لفظ الوارد منها على وجه الدقة، ولا يشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا، ولا يشرك به شيء، ولا يشرك به شيئا. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. قال: حدثنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين. هي مقتضى الروايات الواردة إذا تريد شيئا منصوبا على الوجه الثلاثة، يشرك به شيئا، تشرك به شيئا، يشرك به شيئا، في الوجهين الأولين هي على المفعول، وجه الثالث منصوب على المصدر، فهي يشرك به شيئا، يعني يشرك به شيئا، يعني يشرك به إشراكا، هكذا أولها، فهي الرواية ثابتة بالنصب. ورواية الرفع فعلا إذا كان هي ثابتة بالرفع، لأن الشيخ النووي ذكر رواية النصب الثلاثة وهذا هو توجيهها، يعني الشيء المنصوبة ومنصوبة إما على المفعول وإما منصوبة على المصدرية، لأن مرات المطبوع في الكتاب لا يتمشى مع الرواية، لابد يرجع الرواية واردة هكذا وإلا. قال: حدثنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم؟ قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار، هذا حديث أبو هريرة، قال: حدثني أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر، يعني عدد من الناس، النفر هو ما بين الثلاثة إلى العشرة، هذا هو الصحيح جماعة، هذا هو عددهم. فقام من بين أظهرنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، يقال من بين أظهرنا ومن بين ظهرانينا ومن بين ظهرانينا، كلها بمعنى واحد.
من وسطنا. فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا. فأبطأ علينا، ترك مكانه، كان جالس معهم، وعادة كان عندما يتركهم يرجع، لكن استوحشوا هذه المرة، خرج ولم يرجع إليهم. فخشينا أن تقتطع، يعني يكون قد أصابك مكروه، يعني خشوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مكروه، لأنه خرج من بينهم ولم يبين لهم إلى أين هو يذهب، وهل هو يرجع إليهم ولا يرجع، فاستوحشوا وخافوا وخشوا أن يكون قد أصابه مكروه. وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. حائط البستان، لأنه يحاط بسياج، حاط بحائط ليس له سقف، هذا تسميته حائطا، أطلقوه على حديقة صغيرة يبقى فيها أشجار وفيها كروم ونخيل آخره، وتسيج بحائط ما يقال حائط، فهو علم على بستان. حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد. لم يجد له بابا مفتوحا، وبالتأكيد لابد أن يكون له باب، لكن لم يجد به بابا مفتوحا حتى يلج ويدخل منه، فوجد كل سياج مقفول. فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. فإذا ربيع، يعني ماء يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. من بئر خارجة، يعني كل ما دار حول الحائط لم يجد مكان يدخل منه، لأنه ظن وتوقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحائط، لأن الأماكن كلها معروفة وكلها محدودة والأماكن معروفة، توقع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخل هذا الحائط، لكن لم يجد طريقة ليدخل إليه بحيث يطمئن، فلم يجد إلا ماء جاريا من قناة يدخل إلى هذا الحائط. من بئر خارجة، الرواية واردة بثلاثة أوجه، من بئر خارجة يعني صفة بئر خارجة من هذا الحائط وتدخل إلى هذا الحائط، أو من بئر ربيع، أو ما يدخل من بئر خارجه، يعني خارج هذا الحائط يدخل منه بئر، أو من بئر خارجة، يعني يأتي من بئر رجل اسمه خارجة، يعني دار حول البستان ولم يجد منفذا ولم يجد إلا هذا الماء يدخل من بئر رجل سمى خارجة، أو من بئر خارجة عنه، أو من بئر يعني خرجت من هذا البئر. قال: والربيع الجدول. الربيع الجدول، الجدول هو النهر الصغير، ماء المنسكب، هذا هو الجدول، والربيع اللي هو الماء. هذه مدرجة شيخ الكلمة، هذه مدرجة الكلمة هذه. اي والربيع من ابي هريرة. نعم، من ابي هريرة. والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفزت يعني جمع نفسه واستعد وعمل مثل الانسان يريد ان يقفز ويعمل عمل يعني مش معتاد، ليسلك من مكان ضيق زي ما يفعل الثعلب عندما يريد أن يخترق جدار أو يخترق حفرة أو يخترق قدا، يعني يستعد. فتحفزت يعني ضممت نفسي وجمعت نفسي، فالتحفز هو جمع النفس، الإنسان نفسه وضمها، وذلك ورد في صلاة المرأة فلتحتفز، يتضم نفسها. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل من هذه القناة، من الحفرة الكوة الصغيرة اللي يدخل منها الماء، هو حفز نفسه وضغط نفسه ودخل منها، لأنه يرى نفسه الآن ما عندش شيء يستطيع يعمله، لأنه فزع وأصابهم غم وهم وخاف وخشوا النبي صلى الله عليه وسلم يقع له مكروه، فما عندش أي شيء يفعله بحيث يصل ما يريد من معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه ونصرته ويعني الوقوف عن حاله وكذا، إلا أن يدخل من هذا الممر الصغير ليدخل منه الماء. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. فقال أبو هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أبو هريرة دخل بهذه الصورة اللي هي عجيبة وغريبة استفهام،
استفهام هنا يتعجب، يعني استفهام يراد به التعجب، يعني ما الذي أتاك به وكيف أتيت من هذا المكان الضيق، وين هذا المكان، أمر كله غير معتاد، فالاستفهام هنا مراد منه الاستغراب والتعجب. فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. يعني كلهم قادمون، كلهم يعني خرجوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وليتبينوا ما حصل وما هو الحال، ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه مكروه ليخرجوا ليدافعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القوم كلهم من ورائي داخلوا من هذه الصورة. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هنا يعني قال له خذ نعلي وكل من لقيته من وراء هذا الحائط مقادمين لأن نصرة صلى الله عليه وسلم، كل من لقيت منهم أو حتى ربما من غيرهم يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به على قلبه، يعني هذا الشرط، هذا بيت القصيد، يقول لا إله إلا الله، ليست لا إله إلا الله للنفاق بحيث يخرج المنافقون حتى ولو قالوا لا إله إلا الله لا تفيدهم، بل مستيقنا مؤمنا بها يقينا، يعتقد وحده الله عز وجل ويعمل بمقتضاها، من لقيته على هذه الصورة فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغرب، يعني عمر رأى أبو هريرة راجع وخارج وفي يده النعلان، ما هذا النعلان؟ ما هذا الأمر؟ يعني أمر غريب. ما فقال هذا نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى النعلين مع هذه يعني البشارة العظيمة بحيث يثق الناس في كلام أبي هريرة وأن هذه أمارة صدقه، بذي أنه عنده شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم مادي محسوس، لا يتسرب لأي أحد منه شك، يقول يعني ربما هذا أبو هريرة قال أو اجتهاد منا وكذا، وقد يكون لم يلقى رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الدليل ماديا بحيث علامة كل من يراه يثق في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب منه أن يفعل ذلك. فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي. لستي ألف وصلية، يعني عمر لم يرضى بهذا، وهو أيضا مثل ما تكلم عبادة، ليس كل حديث يحدث به الناس، وهناك حديث ربما في وقتها قد تضر ولا تنفع، فضرب عمر بيده في ثديه في صدر يعني أبي هريرة، والثدي هو لفظ الثدي مذكر ولكنه لا يكون إلا للمرأة، ويعني كان في موضع الثدي، المراد في موضع الثدي من المرأة، يعني في صدر أبي هريرة، ضرب بيدي فيه وقال له لا تفعل هذا. لماذا؟ لأنه كما ذكر عبادة خشية أن يتكل الناس، يتكل على أن من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بقلبه بشره بالجنة، معنا خلاص ما عاش يحتاج إلى عمل، يرى نفسه أنه لا نستغنى عن عمل، أين عبادة الله بعد ذلك؟ هذا أمر لا يكون شرع، لا تكون من مقاصد شرع الله ومقاصد دين الله ومقاصد عبادة الله أن الناس يعطون أمانا وصكا هكذا، يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك لا يعبد الله سبحانه وتعالى، لا هذا ليس من مقاصد الدين، وذلك عمر منع وذكبه ووكزه في صدره وقال وقع فيها على مقعدته، طاح سقط من شدة الضربة. كان عمر يعني
بشدة يرد هذا الكلام ولا يريد أن ينتشر، وكان حريصا على ذلك وكان يفعل ذلك بشدة، حتى إنه وكزه وضربه حتى خر على أصقر. لست هو همز التواصل اللي هو الدبر، وقع على مقعدته على الأرض. فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء. أجهش إنسان بكاء يعني تهيأ للبكاء، أصابه ما يستدعيه أن يبكي، أصابه غم، أصابه حزن، أصابته شدة، أصابه كرب، وهو متحفز ومتهيئ للبكاء. هذا هو معنى يجهش بالبكاء، يعني يريد أن يبكي ومسيطر على نفسه بقوة، يمنع نفسه من البكاء بقوة، يريد أن يبكي ويرفع صوته بالبكاء. وركبني عمر فإذا هو على أثري. وركبني عمر يعني جاء على أثري، فلان ركب فلان يعني كان يعني خلفه ملتصقا به قريبا منه على إثري. كان عمر يعني لم يكتفي بهذا بل يريد أن يكمل المهمة، عمر كان يريد أن يكمل الموضوع اللي بدأ فيه إلى نهايته، يعني لم يعني يضرب أبا هريرة ويترك الأمر وينصرف، بل رأى أن المهمة مازال لم تنتهي، فركب أبا هريرة يعني مشى إثره ملتصقا به قريبا منه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضربني بين ثديي ضربة خررت لستي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي. هذه كلمة دائما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفدون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهي جرت على سيرتهم حتى من لم يكن له أب ولا أم، حين يكون أبوه وأمه ليس على حياة، ولكن كانوا يفدونه بذلك، يقول له يعني نفديك بكل شيء، لأن أعز شيء على الإنسان هو أبوه وأمه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أعز علينا من أبائنا وأمهاتنا ونفديك بهما. هذه كلمة دائما كانوا يرددونها ويقدمون بها عندما يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم تودد إليه وتحبب إليه، وهي من علامات الإيمان، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه، يكون رسول أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. فلا تفعل، هذا عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل لئلا يتكل الناس عليها. قالوا هنا النهي ليس هو مراد به النهي، لأن عمر لا يدعي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هو في مقام الأمر والنهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يسموه لا العاقبة التي يعني تشير إلى أن عاقبة الأمر إذا هم فعلوا لا تكون حسنة، وإن عاقبة الأمر ستكون حسنة إذا هم لم يفعلوا. فعمر يريد أن يقول مثل قالوا في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني عاقبة الظالمين الله عز وجل ينبغي ألا تغفل عليها وألا تجهلها، فعاقبة الظالمين معلومة ومعروفة عند الله عز وجل. فليست مراد ليس مراد هنا حقيقة النهي أن عمر ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر والنهي هو من قبل الشارع، ولكن يبين له أن عاقبة هذا الأمر لا تكون حسنة إذا ربما لا تكون حسنة إذا الناس بلغوا بهذا الأمر واتكلوا وتركوا الأعمال وتركوا العبادة وتركوا الأعمال الصالحة، بل الأصلح والأحسن والنظر إلى عاقبة الأمر تقتضي أن لا يبشروا بهذا في الوقت الحاضر وأن لا يعطوا هذا الأمر، لأن بعد ذلك ستكون عاقبته عليهم غير صحيحة وغير صالحة، من سبب غير مفيدة،
بل خليهم يعملون ولا يعطون هذا الأمر اللي هو الآن، لأنه عندما يأتي شيء من الشرع ونص صريح وواضح وبعض الناس قد يفهمه فهما نصا مفردا هكذا بمنفصلا عن باقي نصوص الشرع الأخرى، قد يجد نفسه بعد ذلك ضل، قد يجد نفسه ضر نفسه، قد يجد نفسه انحرف إلى المعاصي. فخليهم يعملون، عمر قال صلى الله عليه وسلم خليهم يعملون ولا نبشرهم بهذا الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وتفهم كلام عمر، قال خليهم يعملون. إذن توقف عن الأمر الأول اللي هو طلب فيه من أبي هريرة أن يبشر باقي أصحابه بالجنة وكل من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقى بقلبه، إذن اتركهم يعملون. لكن هذه البشارة ثابتة ورويت وثبت السنة بها، ولكن لابد أن تحمل كما قلنا المحمل الصحيح الذي يتفق مع باقي النصوص الأخرى حتى لا يساء فهمها والناس يعني يتكئون عليها ويقع ما كان يخشاه عمر رضي الله تعالى عنه. أحد الإخوة أرسل سؤال يقول: إذا كان أبو هريرة بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الحائط ولم يجد منفذا حتى تحفز مثل الثعلب، فكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل مثل الثعلب؟ لا، هو قلنا الحائط له باب من بعد الأمر، قلنا قطعا الحائط له باب ودخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو هريرة دار على الحائط كله فلم يجد بابا مفتوحا ولده مقفول، ولا الباب مقفول، ولم يجد مكانا يستطيع أن يمر منه إلا هذا الجدول، لكن ليس مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم مر من هذا المكان، بل ما في حائط من غير باب. حائط عادة كل حائط له باب، لكن لم يجد أبا هريرة بابا مفتوحا يدخل منه. حديث جديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.